الصقل طبعا الحين ما زال في الاوائل. أيوة. ولاء نحاس الخبيره الاقتصاديه، مساء الفل. كل عام وانتم بخير وكل متابعينكم، الحمد لله على السلامه. كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. يعني احنا الان مضطرين نتكلم عن شيء يفرح القلب اللي هو الرواتب، واول رواتب وماذا يحدث في اول راتب دائما، لان عندنا خبيرات ايضا طاقه وان شاء الله طاقه ايجابيه نتكلم فيها عن الراتب. كيف تشوفين اول راتب يوصل الى يدك؟ اول راتب دائما بيكون في تحديات مره كبيره، لانه في توقعات كثيره عليه. السيدات بشكل عام بيتوقعوا انه بمجرد دخول اول راتب انا هحقق كل امانيه، هشتري الشنط اللي ابغاها او هحقق. الشباب يقول لك انا ابغى ابدا اشتري اول سياره، ويبدا الواحد طموحاته تكبر باول راتب، لانه يبدا يخطط منه كيف يقدر يوصل لهذا الطموح. الاهم دائما في اول راتب انه الواحد يحدد اولوياته بمجرد ما يوصل اول راتب ويدخل، لانه التخطيط الاولي من اول راتب هو اللي يهم لمستقبل الشخص ماديا. فبيتهيالي انه مهم ان الواحد اول ما يمسك اول راتب انه يفكر بدايه في البركه اللي هي ممكن تنطرح اكيد من الصدقه ومن العطاء من هذا الراتب، ثم يفكر في تحديد اولوياته. انا ايش حابب اسوي بهذا الراتب؟ هل حابب مهما كان يعني حجم الراتب، صغير كبير قليل؟ نعم بالتاكيد مهما كان حجم الراتب. الجميل في الموضوع وسؤالك جدا رائع، انه اليوم ما عاد صار يفرق حجم الراتب. اليوم احنا عندنا شباب الله يديم العافيه بيعملوا بيدخلوا راتب وهم طلاب في المدارس او طالبات في الجامعات او حتى خلال فتره الدراسه، وفي بعضهم بيشتغل وظيفتين او ثلاثه. يمكن شركات اليوم كريم واوبر واحده من الامثله اللي يمكن كثير كنا بنشوف فيها طلاب جامعه، قرر الطالب ده انه هو يشتغل على السياره. فنقطتي انه الراتب ممكن يكون بسيط، بس كل ما فكرنا في ايش افضل طريقه ان احنا نستفيد ونستثمر من هذا الراتب كل ما كان افضل. فبالتاكيد ايش ما كان الدخل البركه هي الاهم. أكيد. طب خلينا نجي على أول وظيفة. طبعا أقول لك كيف حالك. أهلين يا مرحبا. أهلين. أول وظيفة كيف الواحد يقدر يثبت نفسه فيها؟ أول وظيفة موضوع حساس جدا، لأنه يتصور صاحب الوظيفة أو الشخص اللي قدم على الوظيفة أنه بمجرد ما وقع على هذا الأوفر أو الطلب الوظيفة أو الالتحاق بهذا العمل أنه انتهى وقبل الوظيفة. أول وظيفة أو أول يوم في الوظيفة هو أهم يوم، لانه هو اليوم اللي يعطي الانطباع الاول لكل المحيطين بي كزملاء كاداريين كاشخاص بتعامل معهم. احيانا ما يتصور الشخص وصوله في التوقيت او قبل بوقت معين قديش مهم وقديش يعطي انطباع الالتزام. الهندام واللبس المرتب واللي ليه علاقه بحقيقي بدون مبالغه بجو العمل يعطي انطباع الشخص المنضبط. طبعا منضبط في هيئته، منضبط في كلامه، منضبط في حضوره، منضبط حتى في اسئلته في تواجده. الانطباع الاول جدا مهم في اليوم الاول. طب ايش كانت اول وظيفه لك ولاء؟ كنت مدربة حاسب آلي في نيو هورايزن. وعلى فكرة اليوم الأول بالنسبة لي، وأنا متأكدة بالنسبة لكثير من المشاهدين والمشاهدات، هو نفس اليوم اللي بيدخل فيه الطالب المدرسة أول يوم. نعم. بيكون عنده اضطراب، عنده رهبة، عنده خوف، هو ما يعرف أحد. عشان كده يمكن دائما نقول كون حريص أنك أنت تكون ودود، فكر دائما بإيجابية، فكر أنك أنت حتبني علاقات جديدة، تعاملات جديدة، خليك إيجابي في دخلتك على بالضبط. الوظيفة بالضبط. وأحلى شيء في الموضوع أنه دائما الشخص يمكن في اليوم الأول يخجل من السؤال. السؤال هو مفتاح الإجابة. لا تخجل من سؤال المعلومات اللي ممكن تتوفر لك، لا تخجل من سؤال مين الشخص المسؤول عن إيش، لا تخجل عن سؤال الأماكن اللي موجودة في المكتب في أول مرة. صحيح. يعني مهم الواحد يتواجد بإيجابية كاملة من أول يوم. ولاء نحاس نورتينا وشرفتينا، المستشارة الاقتصادية، شكرا على وجودك معنا على التليفون. شكرا.